نركز مع الحاله دابا نتوما واحد الناس دخلتوا لي دركا جداد غادي نهضر معكم كانكم عاد دخلتوا. تفضل احكي لي من الزيرو على الحاله ديالك. اجي جلس هنا ولا جيب هي الكرسي وانت تجلس هنا وهي هنا باش نسمعكم مزيان. جيب داك الكرسي ارفع صوتك شويه. نجوك من الاخر. الام ديالي سيدي كانت كتعاني منذ الزواج ديالها على حسب القصه اللي كتحكي لينا هي. الام ديالي كانت كتعاني بزاف وكانت كتقول بانها مسحوره. ولكن انا داك ما كانوش في السبعينات والثمانينات داكشي ما كانوش رقاه ما كانش كان هذا الفقهاء وبدات كتطوف من هنا ومن بين هنا. فاصلتك شويه يعني كاين دابا ايه انسان الانسان باش غيتخلص من هذيك الامور ربما كيلتجا. شكون هي الوالده ديالي يعني. هي كتقول بان فمها بان كانت مسحوره من طرف العائله ديال الجد ديالي من طرف العائله ديال الاب ديالي. انا كان عندهم شي مشكل في الزواج والى غير ذلك. قلنا ما كانوش رقات ما كانوش هذا الانسان باش كيضطر باش كيتشافى لان كانت مصابه وكانت مريضه بزاف كان ولادها هما مصابين يعني كضطر الانسان كيمشي للزوايا الاطراحيه يذبح قلقابه يعني احنا دابا هادشي ما عارفناش كنا صغار ولكن ما على اللي كان بحثوا توقعات الواقع يا نعم هذا هو دابا احكي لي دابا حاليا عندي بعد قبل ما توفات لي الوالده الله يرحمها هادشي عام العام اللي فات الاخوات واحد جوج اخوات ديالي مرت هذا اللي خرج دابا واخت اخرى حتى هي كان في الخارج ولاو كيطيحوا ني ولاو كيطيحوا ولاو كيطلعوا فيهم دوك كيطلعوا فيهم حمو عيشة ميمون لا كيطلعوا فيهم مؤمنين اسمهم مؤمنين دابا ما لمسنا لا حمو لا ميمون لا زينب كيطلع فيها ماسوني هذيك اما مرت هذا كيطلعوا فيها المؤمنين تتقولي الله تقول كيطلعوا فيها المؤمنين وباغين يفرشوا راني فرشوا دابا غادي نديروا قضيه غادي نسدوا هذا الجانب هذا دابا شكون اللي مصاب هي دابا اللي مصاب انا وانا تنقول حنا كاستنتاج واش تصرعتوا هنايا عند الاخ لا ما كاين لا صرع لا والو ما كنصرعوا ما والو انا كنصمت لك يعني من زمان اللي كنحس به ملي كنكون كنصمت داك العقد كنحس بنبضات وكنحس بحال دابا الكتف ديالي كيتزعزع هكا والراس ديالي كيتزعزع شي شويه بحال كتقمز فهمتي اما باش نغوت ولا يطلع فيا شي حد يهضر وداكشي مع العلم جبنا رقات للدار اللي عندنا وخواتاتي طاحوا انا ما طحتش ما طرا لي والو دابا انت درك واش مريضه واش ما مريضاش خليني نقول لك وانا غادي نقول لك عاد قراي لي الورق تسهل عليك دابا واش نتوما هاد الفتره هادي كامله لحد الساعه مازال ما تصرعتوا مازال ما عرفتوا راسكم اصلا واش عندكم يعني نتوما درك هاد الحصه اللي جايين لعندي سواء هي ولا عند رقات قبل مني ولا عند الاخ اللي كان هنايا باغيين تعرفوا غير واش عندكم يعني نتوما ورك ما تصرعتيش لا هذا هو الاشكال يعني باش غادي اللي طاغي عندنا هما المنامات المنامات واخا تفضلوا يلاه احكيوا لي دابا احكي لي واش عندك تما في ديك الوقت نبدا انا ولا انت المهم انا غندير لك من الصغر بنتي غير تحاولي شويه لا عندي غير اختصري شويه فهمتي لا غير عطينا شويه راني خارق النظام باش تفهم لا هذا النهار راه مخروق للنظام حيت غتخرجوا نتوما غتدخل مراكم حاله راه البرا تستنى مور ديك الحاله تدخل حاله ومور ديك الحاله تدخل حاله يعني غادي يخرج منها 12 وحده يعني هذا النهار هذا مخيم فهي قلت لك اختصري اصلا راني انا ما كنتش ناوي انكم نتوما تدخلوا مجموعين نتوما غير ما فهموكش قدر الله ما شاء فعل دابا واقع ماشي مشكل تبارك ربي يبارك في الوقت اللهم ان شاء الله المهم انا من الصغر كثرت العزله الحزن خصوصا في عيد الكبير كثرت الاحلام اللي كتحقق كنغوت في الليل اعطيني احلام الحيوانات اللي كتكرر عندك من مؤخرا شي 5 سنين هذه ولا 6 سنين كنحل عيني كنشوف القطط القطط مزيان كنشوفهم كتشوفيهم مزيان ومره كنت شويه صغيره حليت عيني لقيت عند رجليا مرا لابسه البيض جالسه عند رجليا وكتشوف فيا صافي تخلعت بقيت مغمضه عيني حتى داني النعاس مرة نطس لقيت راسي ناعسه في السطح مني للسطح ما عرفتش كيفاش طلعت وامتى طلعت فهمتي مشيت منين تزوج مشيت لدار راجلي كنشوف شي امور ما عرفتش واش كنحلم ولا ما تنحلمش مرة دقات طليت عليها قالت لي قولي لهم يبقاوش يرميو عليا الزبل في الجرده فهمتي انا كنطحن ثاني في مولينيكس ما لقيتش الغلاقه شويه الغلاقه ضربتني لظهري في ميكا في بلاستيكا ضربتني لظهري كندور كنلقاها بحال اللي تعطاوه ليا غلاقه المولينيكس غلاقه المولينيكس كنت كنقلب عليها ما لقيتهاش ملي شكون قالت لك قولي لهم ما يضربونيش سمعتي صوت مرا ولا راجل مرا هي اللي طليت عليها من الجرده
قالت لي قولي لهم ما يبقاوش يرميو عليا الزبل في الجرده. فهمتي منين كنولد كتكون عندي العسر ديال الولاده يعني حتى الموت. كيفاش كنولد صعيب بزاف وملي كتحامله شي حد كيضرب لي في كرشي حتى يعني كان شي واحد كيضرب لك في كرشي كيضرب لي في كرشي وانا حامله. عاس توقفي قبل من الحمل كنتي كتحلمي باعتداء جنسيه؟ عمري ما كتحلمي بالنساء؟ شحال مره سمعتي الصوت ديال ديك المره اللي قالت لك ما يعاودوش يرميو عليا الزبل؟ مره واحده فقط. دوك القطط اللي كتشوفيهم تقدري تنسبيهم ليه واش مذكر ولا مؤنث؟ تقدري تشوف عينيهم صافي واخا الاحلام ديالك يغلبوا عليهم الذكور ولا الاناث؟ شوفي الاحلام ديالي انايا بحال دابا نحلم بالناس اللي عايشين معايا لغدا كتحقق الحلمه. اللي حلمت به كتحقق الحلمه دغيا لدرجه كنتفاجئ كيفاش كنحلم. المهم ملي كنصلي الفجر كنرجع للفراش ديالي كنغمض غير عينيا ما عرفتش كيفاش حتى كنطير. انا فايقه ماشي ناعسه. شفت من الفوق الجبال، شفت الغابات، شفت الوديان، شفت مناظر بزاف. مره اخرى كنمشي بيا تحت الارض تنشوف شفت حراس ديال الكنوز كهوف وعليها حراس ديال الكنوز هز المحارب، ولكن انا ما ناعساش مغمضه عيني فقط. صبري كيفاش عاودي لي هذا الامر؟ هذا عاودي لي من الاول. دابا كنصلي الفجر كنرجع لفراشي كنتكى كنغمض عيني هكا وكنسبح ما عرفش كيفاش ديك الطريقه حتى كنحس براسي انا طايره مع شي حد. طايره عندك جناح؟ لا ما نشوف حتى شي حاجه كاحسن انت مغمضه عيني كتمشي طايره. علاش قلتي طايره؟ طايره في الفوق في الهواء. في الهواء في الهواء سيدي. تنشوف الغابات الوديان تنشوف هاد المساله تكررت عندي شي 3 ولا 4 مرات. فوق تنشوف في الفوق كيضروك كتافك والرقبه ديالك وراسك بزاف شي شويه بعد تقال. بعد المرات كتحس براسك كتقفزي من الاماكن المرتفعه صغيره. مزيان زيديني هاد القضيه نتاع الكنوز. مال الكنوز مره ثانيه غمضت عينيا هكايا تنشوف غاده تنسمع الصوت هذاك البلايص اللي تيكونوا تحت الارض شنو سميتهم المغارات؟ لا البلايص اللي بحال الدروبه ضيقه خنادق بحال هكذاك. منين انا غنوصل كنشوف مخلوقات رماديه ضخمه عندها قرينات صغيرين هز المحاريب وهما حراس على الكنوز وعلى الكنوز. هاد القضيه تكررت 3 المرات والمره الرابعه بقيت نقول لا اله الا الله لا اله الا الله. صافي داك الشيطان مشى وتخنقت الاكسجين مشالي. هذا الشيء راه فري ماشي حلم ماشي حتى شي حاجه. منين حسيت براسي تخنقت مشالي الاكسجين قلت لا بقيت نقول لا اله الا الله صافي حتى هذا. ومره غمضت عينيا هكا تنشوف تنطير ثاني هكذاك في نفس الطريقه تنشوف الحجر ديال القمر الحجر هذاك اللي متقب هكا. كانت ديك العمليه سريعه دغيا ورجعت بحالاتي. قولي لي النوع نتاع المعادن اللي كيعجبك ولا اللي ما كيعجبكش. الحاجه اللي كتعجبك بزاف حاجه ما كتعجبكش وتقدر شي حاجه كانت تعجبك ولات في واحد الفتره زمنيه ما كتعجبكش. المهم انا مثلا الذهب ما عنديش معاه بزاف لدرجه ما تلقانيش الخاتم اللي درته برا نطلع في الدروج نحيدو نحط نجي دغيا نحطو. فهمتي ما عنديش مع داك يعني داك الشيء. فهمتي المهم من بعد بقى كيوقع لي نزيف يعني خطير ديال واحد الطريقه ما عمرت تشوفها. كنت كنعس فيه كيديوني الكلينيك تنعس ديك الليله حتى الطبيب كيتخلع. ما نوع النزيف؟ نزيف رحيم. فهمتك زيدي. وهذا من بعد جاني فقر الدم حاد من كثره داك النزيف اللي جاني. من بعد كنشوف مالك هي ماشي حلمه ما عرفتش كيفاش بحال رؤيه كاشفه بحال الكشف ما فهمتش كيفاش. غمضت عينيا كنشوف مالك يهضر معايا وقال لي اسمو مالك رؤيه كاشفه يعني كادي دير انت تفسريها واش هي كاشفه. ما فهمتش انا نعست بانت لي دغيا قدام قبل هذا بحال هاد الطريقه اللي قلت لك غمضت عيني كنشوف الجسم ديالي يعني من رجلي الفخذي تنشوف رموز ديال الكنوز رموز مكتوبه في الجسم ديالي. عيطت لبنتي قلت لها اجي تشوفي قلت لي شنو داك الشيء قلت لها هذا الشيء راه رموز ديال الكنوز. حلو حقيقه ما
في شكل هاد ما عرفتش كنغمض عيني غير والفجر بغيت يجيني داكشي سريع. كتحسي بلي الاحلام ديالك كيغلبوا عليهم مثلا الكنوز، الذهب، الفضه، الارض، التراب، الغابات، البحار. البحار، البحار، وبحال المساله ديال الانفجار ديال لبنان شفتو نيشان قبل الوقوع ديالي. قبل الوقوع نهار وقعت تفاجات من تفرجت في الفيديو تفاجات. كذلك كورونا، المساله ديال كورونا ولكن جات في شكل فقط. وانا تنقول ديك الايه ديال عقلتي وين كورونا، لا سيد دابا سيد خير. مهم الاغلبيه كنفيق كنلقى راسي كنقول ايات، كنلقى كنقول كنقرا سوره ياسين ان الله قوي عزيز. انا داكشي اللي تيقولوا كادي بان داكشي اللي تيقولوا لا لا هذه ماشي ديال البارح، ديال البارح هي الايه اللي بقيت كنقول البارح. كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. مع العلم انا يا باش بغيت الرقيه ديالك بزاف كتبكيني بزاف، كنبكي كنبكي خصوصا واحد الرقيه فيها لا اله الا الله وفيها الدعاء ما نقولكش شحال كنبكي فيها. واصلا انا يا اي ذكر كنبكي فيه بزاف، يعني الرقيه اللي كتاثر عليا فيها بزاف هي الذكر. كنحلم بشيخ الشيخ دائما تيكون عندي في الحلم. مع كورونا جا دار لي جوج جلبات، قلت له ديال اش هاد الجلبات، قال لي وحده حمراء وحده صفراء. ومن بعد جاتني كورونا، جاتني واحد السيمانه دغيا هكاك ومشات. كنشوف شيوخ تيقولوا لي اجيت نفسي معانا في قراءه القران. كنقرا القران قبل الفجر كنقوم به الليل. داكشي نساء تاهما شفتهم قالوا لي تنسمعوك كتقراي القران قبل الفجر وكيعجبنا صوتك. وهذاك الشيخ جا عندي قالوا لي قالوا لك دوك الشيوخ الاخرين اجيت نفسي معاهم في قراءه القران. مره كنتاني هكذا ناعسه ضربتني الفيقه، كنشوف جسم كينوض من جسمي. ما فهمتش انا ملي بقيت كنقلب لقيت بان يقدر يكون الجسم الاثيري ولا المهم بحال هكايا. شفت جسم بحالي انا نايضه من الجسم ديالي، فهمتيني كيفاش؟ عندك شي حاجه بغيتي تقولها انت؟ يا نمشي لينا، لان دابا انا في العائله عندنا متهوم دابا الاخوات ديالي كلهم، الاخت ديالي ولا الاخت ديالي اللي كيطيحوا الاخرين تيقولوا لي انت راه انت اللي فيك الكبير اللي مسؤول على هادشي كامل في الدار. هما تصرعوا، هما تيتصرعوا تيقول لي راه انت اللي فيك الكبير. واخا انا في اليقظه ما كنصمت المئات نقول الالاف ديال الرقيات اللي تصمت لهم ما كيجرى لي والو. ولكن المنامات ديالي عندي جوج حوايج اللي كيوحيوا لي بان الانسان تيكون مصاب. هو المنامات ديالي كنشوف، ثانيا ما يمكنش تنقول انا خوتي كلهم مصابين وانا غنفيت، ما يمكنش لي انا تنقول. لا لا ممكن كم ممكن المهم ما عليناش. كنحلم دائما بشي اولا كنحلم كنطير، ومني كنطير كنطير في المساجد وكنأذن اولا كنذكر الله سبحانه وتعالى في الطيران ديالي. كنطير بلا جناح عاب اليد ديالي، كنطير بحال كنت ندير يدي تنقول ماني انا بوحدي كنطير والناس كلها ما كطيرش، وكنذكر الله سبحانه وتعالى اولا كنأذن. وكنطير في ذوك القباب ديال المساجد منقوشه واتباهى بها في الليل. كنحلم بالملوك دائما، كنحلم بمحمد السادس انا معاه في القصر وكيواعدني وتيقول لي كذا من هنا والاوضاع تحسن في المغرب وكذا من هنا عملي، فهمتي؟ دائما تنحلم هذا. ولكن ما كنتش عايق في الاول حتى تطاح اخوتي وداك الشيء، قلت ما يمكنش. انا كنت كنحسب زعما بحال رانا عن الله سبحانه وتعالى، يعني تنقولوا حنا راه تتحلم بالملك راه انت معني مرضي عليك عند الله سبحانه وتعالى وكذا. كنحلم بان دائما في حلق الذكر، حلق الذكر في المساجد مع شيوخ. وكل واحد الشيخ ديما كتكرر لي الجلسه معاه تيتشبه لي بعد السلام ياسين ديال جماعه العدل الاحسان، وكيعلمني الرقيه، كيعلمني كيف ارقي الناس. لانه واحد المره جيت باش نرقي بحالك هو قال لي دخل السي اسماعيل، دخلت جلست وانا ما كنعرفش دوك الجماعه ما تنعرفهم ما والو. قال لي ويجيب وعيط على واحد الدري ويدخل داك الدري لابس واحد الجاكيطه ديال الكوير كحله، قال لي غترقيه. قلت له ما تنعرفش غترقيه ما تنعرفش. قال لي توكل على الله توكل. انا جاب لي الله هزيته بنص طيحته باش غنصرع فيه. قال لي لا
دعوه للإسلام. دعوه للإسلام أولا. من بعد هذيك مشات هذيك، من بعد تبقى يوريني كيفاش حل العقد، حل السلاسل، حل هذه. سير العين هي الأولى، دائما تمشي للعين، دائما تمشي تحل تحطم سميتهم هما شنو نقول لهم حنايا اللي كيدربوا موراهم الملوك وداك الحصون، حطم الحصون، دير السلاسل، حل السلاسل على المؤمنين، تأكد لي حل السلاسل على المؤمنين، حل السلاسل على المؤمنين راه غينفعوك. ولكن انا ما كنفهمش داك الشيء، درت واحد اللخبطه حتى لدرجه ان في الاخر بقيت كنستنكر داك الشيء، قلت ربما يدفعوني شي 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 حاجه، يكون هادو يكونوا هاد الشياطين، ربما يكونوا شياطين ويكونوا اذكياء ويبغوا يطيحوك في شي مشكله اللي انت فيها. كنحلم كنترقى في المنام، يدخلني شي واحد بواحد البياص واحد السبيطار وتيبقى يرقيني، ملي كيبقى يرقيني كيرقيني بواحد القوه حتى لدرجه ان الصدر ديالي واحد المره طردق. كنحلم راسي ديما في السبيطار، تيديوني وكتضربني شي لفعه ولا شي حاجه، وهذاك التعبان اللي ضربني دخلت عندهم السبيطار دقوا لي البرا وكلشي، وراوني داك التعبان في واحد القادوس، واحد القادوس حلقه طويل وعنده واحد الموس، داك الطبيب عنده داك الموس ماضي، جا ليا حتى للراس ديالو جاب حلقه قال لي شوف داك الموس هبطو بشويه، وداك التعبان بقى مدور واللون ديالو قري، ضربوا الراس ديالو قطعوا ليه. اكبر حلمه يعني كنشوفها في المنام في الحياه ديالي ربما هو انك جيت من الخارج وطلعت للدار عندنا الفوق، فاذا بالاخوات ديالي كلهم مجموعين من مورايا، فاذا بك يطلع واحد التعبان شنو نقول لك العرض ديالو تقريبا ربما قد هذا السيركل ديال اليد ديالي، والطول ديالو ما عندوش واحد النهايه، ولكن ملي شفت فيه في عينيه بان لي بانه قال لي اليوم بيني وبينك، انت اليوم بيني وبينك اما غادي، قريتها له انا في العينين ديالي، واش رجعت الاخوات من بيناتهم هو يزحف التمجيل عندي، قال بيني وبينه تقريبا شي امتر متر بحال هكا، هو ما بقاش كيزحف ولا كيتهز حتى تقاد معايا في الطول، ملي تقاد معايا في الطول تيحل فمو بحال داك الديناصور كيلو عليا بحال سخونيه على الوجه ديالي، فاذا بنا هزيت واحد الحديده كانت قدامي، ديك الحديده تيدوز فيها السلك في السطح ديال النشير، هزيتها بحال هكا ديك الحديده عندها واحد ثلاثه ديال الريوس بحال هذيك الحله اللي حل فمو ونخشي عليه في الفم ديالو في الكرازي، وجبدتها عاود خشيتها ليه هو يطيح مات كبير، وهذوك الجفعات اللي معاه رجعوا مشاو بحالاتهم. فمن هذيك بداو لي بدات الحرب الحرب انني كنمشي كنشتكي للبوليس، والبوليس كيصيفطوا معايا داكشي بحال الاف بي اي ديال الامريكان، الله لابسين القسوه وهنا عندهم هنايا القرطاس وداكشي، وكيقول لي شكون هذا ماذا، وكطرا طرا في الموت وكنقتل ملي بديت، ملي طاحوا الاخوات ديالي من بعد هذاك وانا كنقتل في الافاعي وداكشي. كنحلم عاوتاني دائما بالجده، دائما الجده هي اللي كتقول لي شنو غيجرى، الجده هي اللي كتقول لي شنو كيدير. اخر حلم وحلمت بالجده جات عندي وفي البيت ديال البيت القديم عندنا، وكتعطيني واحد الرموز باش نمشي لواحد الكنز نحفر عليه في داك البيت، ودابا راه داك البيت هو اللي كتحلم به الاخت مرت هذا اللي كان دابا عداز الحصه ديالو، راه البنت تقول لك راه فيه الكنز، ما فيه الكنز، ما فيه الكنز، هي مصابه الاخت، الاخت ديال الاخرى حتى هي داوها حتى هي كيقلبوا بها على الكنز في المنام وكيديروا، يعني كاين عندنا هذه القضيه ديال الكنز مشتركه. خليني نجاوبك، انا فهمت كل شيء دابا، واخا نكمل كمل تفضل. قضيه الصحون الطائره بنتي ديما كي قلتي لي انت الرماديين، انا ديجا متبع هذا السيناريو تاع الرماديين اللي كاينين تحت الارض، وعندي لهم شويه معلومات، بصح كي قلتي لي انت الرماديين والخنادق وعندهم قرون بديت نشد شويه. تفضل. الصحون الطائره كنحلم بعد انا كنحلم من صغري كنحلم بمركبات فضائيه دائما تابعاني وانا هربانه منهم، وبنتي شي ثلاثه المرات قالت لي كنحلم ماما على البالكون صحون طائره كتقلب عليك، كتجي حدا الدار وكتفيكسي تما وكتقلب عليك. والمشكل اللي عندي انا الجنب اليسر دابا ما نقدرش نعس عليه وكنحسو ثقيل وكنحس فيه شي حاجه، فهمتي؟ ماشي ثقيل ما نقدرش نعس عليه بحال هكا. مع العين دوزت شحال من طبيب قال لي ما عندك حتى شي حاجه من جهه المخ لتحت، وكان عندي واحد شي احساس بحال اللي مدفونه فيه شي حاجه شي اصهار شي ما نعرف فين الجنب بلاصه جنب بلاصه زعما. ومره كنت ناعسه، مشي ناعسه شويه ما بين هذا حيت دائما عندي انا
تنقول انا عندي سحر التمريض الله اعلم من الجين ماشي من الانسان، ما عندي حتى شي انس كيسحر لي ولا شي حاجه. جا طفل صغير هكا وجا في الصوره ديال ولدي الصغير، جا بحال قرعه الريحه رشاشه ورشها لي على على وجهي. ضليت داك النهار كله انا مريضه وثقيله، حتى درت واحد الماء ديال الرقيه رشيتو عليا ثاني غتوقد شي شويه. المهم دائما عندي داك السحر التمريض، مع العلم انني من الصغر كثرت العمليات لدرجه حتى سته العمليات. المهم دائما مشكل الدماء تم كيغلب على الاحلام ديالك في الحضور وفي الاحلام، يعني نيشان سته المرات كندير العمليات. انا درت والمش عندنا في دار القران اي اخت غنهضر معاها غنمشي بالليل غنحلم بها وغنحلم حتى وليت نحشم نقول لها راني حلمت بك انت ولا حلمت بك ولا حلمت بك انت. الدار اللي كندخل ليها وكتكون فيها شي سحر راسي كيسخن وجهي كيسخن، تتجيني واحد الطجه كنبغي نخرج بحالاتي وكنحس بشي حاجه ماشي تال تما. اللي الدار اللي فيها السحر اولا شي حد تتكون فيه شي حاجه نبقى نتفوه 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 حتى كيسيلوا لي الدموع حتى لهنا، كنقول شهاده فيه شي حاجه اولا هاد الدار فيها شي حاجه ما عرفش هكا كيطرى ليا. قسمت عليها وتقسمتي انفصلي واحد المعلومه بعدا نص بعدا واحد الصباح كنلقى علامه زرقاء هنا نحيتها هكا بينان جيت كنلقى صباغه زرقاء هنا مره كنلقى في البطن ديالي علامه حمراء ثاني. نشرح لك عليكم علي انا سيدي راه نشرح لك انت نقدر نقول لك واش فهمت في التالي كي نكمل الحصه نقول لك واش فهمت. امضوا عينيكم حتى اديكم على رجليكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ
يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله والمؤمنات يسعى نورهم
بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا والملائكة بعد ذلك ظهيرا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أولياؤكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصبهم إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعون ثم ادعون ثم ادعون ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المجد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وإذا تتلى عليه آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ألم يروا إلى الطير مسخرات
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء 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 لا يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما تفعلون كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير
لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال 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 أوّبي معه والطير يا جبال أوّبي معه والطير يا جبال أوّبي معه والطير يا جبال يا جبال يا جبال يا جبال يا جبال أوّبي معه والطير يا جبال يا جبال يا جبال أوّبي معه والطير يا وألمنا له الحديد والطير محشورا والطير محشورا والطير محشورا والطير محشورا محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق 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 إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا أساطير إلا أساطير الأولين
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم ذوقوا ما كنتم تكنزون وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا الحمد لله الذي يراكم أولا وقبل كل شيء ولا يخفى عليه مكانكم ولا جحوركم ولا تغوركم سواء حول أبدان أهل البيت أو داخل أجساد أهل البيت أو داخل أجساد أفراد الأسرة والإخوة أو الأخوات أو حول المنزل والدار سواء قديم أو جديد الله لا يخفى عليه لا قديم ولا جديد الله لا يعجزه شيء ويرى كل شيء ولا يخفى عليه على هذه الأرض شيء سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء سبحان الدائم الذي لا يلحقه فناء سبحان الذي يراكم ولا يخفى عليه شيء من أمركم ولا حالكم الحمد لله رب العالمين الذي يرى كل صغير وكبير ولا يخفى عليه شيء أولا ما دمتم موجودون إلا وستظهرون إن لم يكن ذلك الآن يكون بعد الآن ولكن الآن ظهرتم
أنتم موجودون في هذا الجسد، والذي لمست واستشعرت وأعطني إشارة إذا كان كذلك أن الإسلام والإيمان غلب الكفر، أن الأتقياء الأنقياء في هذا الجسد أو حول هذا الجسد أو لحول أفراد هذه الأسرة غلب شرهم على خيرهم، وأكثرهم مؤمنون مسلمون موحدون يعرفون الله عز وجل حق معرفته، ولهم صلة بربهم جل وعلا في عبادتهم ودينهم وأخلاقهم. يعني أنا الآن وجدت أنني سأتعامل مع مجموعة كبيرة من الجيل المسلمين، قد أقول قد تكون قبيلة من الجيل المسلمين، كلفوا بشيء قد يكون موروثا من الأجداد، وهذا السر قديم فتوارث على الأجيال وعلى الأبناء، حتى أنني أستبعد كل البعد أن هناك شيئا يسمى سحرا، وإن كان فالأصل والأساس ليس كذلك، والأصل والأساس أشياء أخرى أخفاها الله جل وعلا. وإذا كان في هذا الجسد جن مسلمون يسمعون الآن كلامي، أعطيتموني إشارة مرتين، أريد إشارة مرة ثالثة، إذا كنتم مسلمين مؤمنين موحدين تحبون الله ورسوله وتعشقون سماع القرآن وصوت القرآن وقراءة القرآن، فلترفع اليد اليمنى إلى السماء، إشارة فقط، إشارة، ما طلبت لك كلام ولا أي شيء، ترفع اليد اليمنى إلى السماء، ترفع اليد اليمنى إلى السماء، كما حركت الرأس بسهولة إن شاء الله رب العالمين غد يوفقكم وتعطوني إشارة، ترفع اليد اليمنى إلى السماء. إذا كان في الجسد مسلمون مؤمنون موحدون، عمر أوقاتي مستصر هاتشي عمر أول مرة الحمد لله أبشر. إذا كنتم مسلمين مؤمنين موحدين كما أعطيتوني إشارة، أريد إشارة باليد، ترفع اليد إلى السماء، ترفعها واحد شوية مشي بالزافة نسبة قليلة كإشارة فقط. الحمد لله إذا كنا نتكلم مع جين المسلمين فرمسمات المسلمين الأدب والرد، ما تخلينيش أتكلم لوحدي، وضح توكل على الله عز وجل، الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن شاء الله فيكم الخير، ولكن هناك أشياء يجب أن تصحح وتصلح. وكما يوجد إسلام ومسلمين في هذا الجسد، هناك إسلام ومسلمين في أبدان أفراد آخرين، وأنا أرى أن القصة يحتويها كنز أو دفينة توارثت على الأجيال وليست من الأب ولا الوالد، قد تكون من جد أو من الأجداد أو عكس ذلك. هكذا جيد زيان، يعني كين واحد المنزل قديم كي يجمعهم وباقي لحد الآن، كين بيت قديم وهذا البيت كين في شي عربية فصل مدينة وهم بناوة، مش حال عندهم عام هذا البيت، بداية الستينات، مش حال سنة عنده هذا البيت؟ دينو ستين سنة، يعني السر وكل السر تحت هذا البيت. كذلك المسلم يعطيني إشارة، غيب الرأس يكفي، غيب الرأس، السر موجود في البيت، المفتاح موجود في البيت، يكفي صفي، هذا هو الشيء اللي كنا بغينا نعرف، يعني السر كله موجود في البيت، يعني في البيت كنز، تحت البيت كنز، وأسفل البيت خدام يحرصون الكنز، وهذا البيت اللي فيه كنز والخدام اللي كيحرصوا الكنز في هذا البيت. كين صراع بين الإسلام والكفر، هناك كفار مجرمين مشركين وهناك مسلمين مؤمنين موحدين، كذلك خادم واحد، الخادم أسود هو اللي حارس الكنز، تقول حارس الكنز،
وقت ما نهضر معك. دابا السر اللي كان ما واضحش هذه سنين أرى أنه غادي توضح وتوضح. أبشر. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على إمام الهدى أشرف الأنبياء وأتقى الأتقياء محمد النبي الأمي الصادق الطاهر التقي النقي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحج لنا ما دامت السماوات والأرضين. أسألك اللهم يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كلها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل اشف اللهم يا رب مرضانا ومرضى المسلمين واهد أمة محمد أجمعين للحق والسداد والرشد واليقين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر يا رب لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سألك اللهم يا رب الجنة ونعيمها ودورها وقصورها نعوذ اللهم يا رب بك من النار وحرها وقعرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها. آمين وأمين. مرضى المسلمين أينما كانوا وكيفما كانوا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها نشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا ابتداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم يا رب اجعلهم في حصن حصين بحق السبعين مثال والقرآن العظيم من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. اللهم رب الناس أذيب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ابتداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. ربي ما كان مصاب فمنك وحدك وما كان خطأ أو سهو أو زلل نسيان في طريقة القراءة أو مدخل الكلام فمن نفس من الشيطان والله رسوله من هو براء والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين. في العيشين تو؟ في فرنسا.